أمام مؤيديه ومناصريه، أكد المرشح عن المقعد الماروني لكسروان الفتوح وجبيل نعم فرام أن شعار برنامجه لخوض الانتخابات النيابية المقبلة هو الإنسان أولا، وتغيير القاعدة المتعارف عليها السياسة أولية والإنسان وسيلة. موقف فرام جاء في خلال افتتاحه مركز الإنسان أولا في ميروبة. كل شيء زرعوه فينا جدودنا وأبائنا، زرعوه وانتو كبرتوا ورفعتوا لهم اسمهم، بس لبنان امامنا عم يحتضر. لبنان امامنا يا اخوان عم يقول لنا بعتوا اولادكم لبرا، انا مش قدران عليكم. كل امان بنياتنا وامهاتنا، كل اماننا نحن هلا نيه لاولادنا مش عم نقدر نشوفها بلبنان. وهيدي ازمه كبيره بقلب كل واحد بحب لبنان. وانا هيدي اللي خلتني اقول بالاخر انا مش قدران كفي الا ما نروح للاخر بالشأن العام. لازم نغير الواقع وفينا نغير. اليوم فينا نغير. وأمل فرام أن يدعم المنتخبون مشروعه الانتخابي ويتوجه إلى صناديق الاقتراع ويصوتوا وفق قناعاتهم.